Hi, kif kolnjom? Jom il-video raħ bikun review għan product li stamelton bħan il-ħalla għan bistamelon la usal la fatri ta' arsi il-product li ħkit għanun bil-video li għabil bi taħdirati la arsi li ħattilkun il-ħalla link l-video għon li ftikun tikbsu għale tuħdaru. L-products hinn tabaħ Neutrogena jelli hinn oil free acne wash jelli hinn il-ghassul l-jom li għan bistamelon la wġġi لكن وصلت مرحلة عرسي سو إذا حابين تشوفوا لهذا الفيديو خليكم عم تحضروا Oil Free Acne Wash بريحة البينك كراب فروت فيشل كلينزر هيدا هو الغسول لحب الشباب يلي هو خالي من الزيوت منظف كريب فروت وردي للوجه يلي هو ريحته على ريحة الورد تقريبا فينا نقول كتير ريحته حلوة لهذا البرودكت طريقة استعمالي لإله يلي هي كل يوم الصبح وعشية برجع بفركه بطريقة circular motion يعني بطريقة دائرية على مهلة مش بفركه بسرعة وما لازم حف بشرتي كتير لازم يكون كتير طري عليها كرمال البرودكت يفوت منيح على بشرتي خليكن عم تبرغوه ليصير في عندكن رغوة لونها بيضة بس تصيروا تحسوا في رغوة لونها بيضة وبتحسوا انكن خلص مرختوه للوقت الكافي اللي لازم تمرقوه بترجعوا بتغسلوه بالمي كمان بطريقة كتير خفيفة انا بفضل غسل وجهي بمي مسقعة اكتر من مي سخنة او الفترة لانه بتحسوا بفتح لكم مسامات وجهكم وبتحسوا انه وجهكم كتير فريش وحلو مثل ما قلت لكم انه هذا البرودكت بيزيل حب الشباب وخالي من الزيوت يعني اذا انت كانت بشرتك مدهنة كتير مناسب للمشرة المدهنة لانه خالي من الزيوت ما بيخلي بشرتك تكون مدهنة زيادة ف it's so good كتير عطيني نتيجة رائعة على وجهي مش شوي يعني صار لي أكثر من 2 weeks عم بستعملهم أكثر يمكن 3 weeks عم بستعملهم والحب الشباب بوجهي عم بخف كل يوم عن يوم وعم بحس بشرتي كتير ناعمة للماكسيموم هذا البرودكت بينصحوكم إذا أنتم كنتوا عم تستعملوا برودكت معين يعني اللي أنتم أخذينه من عند حكيم كرمال بشرتكم أو من بعد ما تستعملوا لهذا البرودكت تسألوا الحكيم قبل ما تستعملوا لهذا البرودكت لأنه يمكن يعمل حساسية لوجهكم يمكن يكونوا الإنجريدينتس تبع هذاك البرودكت اللي عم تستعملوا مع هذا البرودكت ما بيتناسقوا مع بعض أبدا سو على طول اسألوا الحكيم تبعكم سو هذا هو الفيديو كان لليوم إذا حبيتوا ما تستعملوا لايك شير وأكيد سبسكرايب لماي فيديو ما تستعملوا سبسكرايب لنتريجينا يوتيوب تشانل وما تنسوا تقولوا لي بالكومنت بلو شو هن الريكوست طلباتكم للفيديوهات التانية اللي حبيني اني اعملها كمان ما تنسوا تتواصلوا معي على السوشيال ميديا بلاتفورم اللي هن الانستغرام والفيسبوك @pamelaabujawdeh ما كمان ما تنسوا تتواصلوا معي على الماي ويب سايت اللي هو pamelaabujawdeh.com سو انا بشوفكم بماي نكست فيديو باي باي